الشرقية في محافظة بني سويف. حقيقة أنه افتتاح هذه المدرسة كان بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة غادة والي، وكان رئيس بنك اسكندرية ومحافظ بني سويف ومسؤولين كثير من الجمعية، وكان وسط عدد كبير زي ما حضراتكم يمكن شايفين بعض اللقطات من طلاب ومعلمين والأهالي. افتتاح المدرسة ده جاي في تطوير أو في إطار تطوير من قبل جمعية تكاتف للتنمية. الهدف الأساسي من هذا التطوير ومن هذه الجمعية هو التنمية والتطوير بكل الإمكانيات اللي تؤهل إلى تنمية الطلاب، فكرة إنك تشتغل على الطالب وتأهله وتنميه. هنشوف مع بعض هذه اللقطات في هذا التقرير، ثم نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل مباشرة نتحدث عن الإنجاب، عن الحمل أصلا، نبدأ من الحمل، الإنجاب وصحة المرأة. افتتحت جمعية تكاتف للتنمية بحضور دكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ومحافظ بني سويف والمسؤولين مدرسة حكومية في خطوات تستهدف تطوير المدارس وتأهيل معلميها بدورات تدريبية تحقق تعليما أفضل للطلاب. أشكر حضراتكم جميعا، جمعية تكاتف ومعالي المحافظ على دعوتكم ليا أني أشترك النهاردة معاكم في افتتاح هذه المدرسة الجميلة. الحقيقة دايما بالنسبة لي افتتاح مدرسة ده بيبقى يوم عيد، ولما بتكون المدرسة عاملاها ومساهمة فيها ومسداها جمعية أهلية بيكون مصدر فخر شديد وسعادة غامرة. أنا عايز أقول لكم حاجة واحدة، دي خطوة في 100 خطوة، والمبادرة اللي احنا بدئينها مع محافظة بني سويف هي مبادرة غير مسبوقة، واتكلمنا فيها مع الدكتورة غادة ومع المحافظ ان احنا سنجعل التعليم الاساسي في بني سويف افضل تعليم اساسي في مصر كلها. كنت بحلم ان المدرسة تبقى جميلة كده لانها كانت متهالكة جدا، وانا كنت حابة قوي انها تتطور وتبقى جميلة، وكنت لما شفت مدرسة عطف إفو عملتها جمعية تكاتف كنت بحلم وبسعى جدا ان انا اوصل لحد يوصل ليها، والحمد لله طوروها جدا وعملوا لنا تدريبات مفيدة جدا جدا، وعملوا لي انشطة ما كانتش موجودة في المدرسة، واستغلوا الفراغات كلها استغلال جميل اكتر من اللي انا كنت بحلم بيه. الشهادة دي بمناسبة برنامج عملته جمعية تكاتف اللي هو تنمية قدرات المعلم داخل المدرسة وكيف يتعامل مع المراهقين. احنا بنبتدي بدراسة الاحتياجات اولا علشان نعرف ايه الاحتياجات الحقيقية اللي بتكون في المدرسة، فبعد ما قعدنا مع المدرسين ومع الطلبة عرفنا ايه الاحتياجات من اجل ان احنا نطور البنية الاساسية والبنية التحتية في المدرسة. لكن زي ما حضرتك شفتي انه التطوير مش بس ان احنا نطور مدرسة ونحط الوان، لكن الالوان مختارة بطريقة ليها فلسفة معينة ان ازاي بتأثر على الاولاد. المدرسة كان ينقصها انشطة، احنا فتحنا 4 غرف أنشطة، التربية الفنية، التربية الموسيقية بقت متاحة، وكمان المجال الصناعي موجود، المعامل اتطورت، فالدراسة بتسمح لك انك تستخدمي اكتر حاجة موجودة في المدرسة. الحاجة التانية المهمة ان احنا بنؤمن بالتنمية البشرية، والتنمية ما تجيش غير من خلال ان احنا نشتغل مع المدرسين ونشتغل مع الاولاد. هنكمل في المدرسة ان احنا نشتغل متابعة للمدرسين ونشوف ايه البرامج الاخرى اللي هو محتاجينها. هنكمل مع الاولاد برامج لمهارات حياتية، واهم من كده ان احنا اول ما بيبتدوا المدرسة بنعمل برنامج توعية للحفاظ على المدرسة علشان يبقوا عارفين ايه الحاجات اللي لازم يعملوها عشان يحافظوا على المدرسة. احنا في المسؤولية الاجتماعية عندنا 4 محاور بنمشي عليها، التعليم هو واحد منها، واحنا في التعليم بنشتغل مع كذا جمعية، بس ده اول تجربة لينا مع جمعية تكاتف، واول كمان تجربة للبنك ان هو يطور مدرسة، مش بس تطوير البنية التحتية ولكن ايضا تطوير في طريقة التعليم، طريقة تطوير المعلمين ذاتهم في التعامل مع الاطفال. احنا ان شاء الله بنبدأ يعني تجربة جيدة جدا، معانا وزارة التضامن، معانا 16 جمعية أهلية، إن احنا هنجهز 100 مدرسة، بس هنتعدى إلى غير البنية الأساسية، عندنا الجزء الصحي هنعالجهم وهيبقى فيه كشف، التغذية، الأنشطة الرياضية وخلافه. عملنا لقاء لتنسيق عمل الجمعيات مع بعض في الوزارة،
في خطة لأنه يكون في تنسيق في قطاع التعليم وتنسيق في قطاع الغذاء وتوزيع الغذاء وتنسيق أيضا في قطاع توزيع الدواء. وإحنا في وزارة التضامن بنكمل ده بأن المدارس كلها في المحافظة نتأكد من انتظام التغذية المدرسية وأن يكون في دعم نقدي للأسر الفقيرة بمشروط بتواجد الأولاد في المدارس. جولة بداخل غرف وفصول المدرسة بعد تطويرها أظهرت جهود الجمعية التي تمكنت من إعادة بناء المدرسة بكافة الاحتياجات وتوفير أماكن للأنشطة المختلفة. صراحة التجهيزات يعني صراحة هتدي للطالب بيستوعب أحسن بكتير من المدرسة الأول. يعني كان فيه طبعا البنات بيهربوا كده وبيغيبوا عشان المدرسة، لكن دلوقتي عندهم استعداد هم يباتوا فيها أصلا عشان يتعلموا. أنا فرحت جدا لما المدرسة بقت كده وبصراحة اتغيرت جدا وبقت أحلى من الأول بكتير، وإحنا بنشكر الجمعية وبنشكر أي حد ساهم معاهم. إن شاء الله نحافظ على المدرسة ونقول لكل أصحابنا حافظوا على المدرسة لأن هي تعبوا فيها كتير ولازم تكون نظيفة. تطوير لم ينسى حق ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تحويل عدة فصول إلى فصول مجهزة لهم. حمام معاقين وحمام مدرسين وأنشأنا في المنطقة. خطط تسعى لتأهيل المدارس والمعلم لتطوير التعليم الذي من شأنه تنمية أطفال هم المستقبل. سارة شلبي، صباح دريم.